لسه حلقتنا مكمله مع حضراتكم، وكنت قلت لكم في بدايه الحلقه ان النهارده بطل الحلقه هو تاريخ اليوم. زي النهارده من 150 سنه كان افتتاح مشروع ضخم وعملاق وعظيم، وبيعتبر شريان من الشرايين اللي قدمتها الدوله المصريه للعالم كله، وممر ملاحي من اهم الممرات على مستوى العالم. بنتكلم طبعا على قناه السويس. زي النهارده زي ما قلت لحضراتكم من 150 سنه كان افتتاح هذا المشروع اللي استغرق جهد كبير جدا من الايادي المصريه، وطبعا الفكره كانت حلم لسنين طويله وفي الاخر تحققت من 150 سنة. 150 سنة والقناة ما زالت يعني مستمرة في عطائها، وما زالت مستمرة في تحقيقها لأعلى الإيرادات. كل ما ده بنسمع عن إيرادات أعلى وأرقام قياسية بتتحقق كل شهر تقريبا، كل ما ده كمان بنسمع عن تطوير في القناة، وكان أحدثهم التوسعة اللي حصلت في القناة والمناطق اللوجستية المحيطة بها. فيعني كل ما ده مستمرة في عطائها للدولة المصرية. بينضم لينا في هذه الفقرة عبر تطبيق زوم دكتور أحمد جمال خطاب، أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية التجارة من جامعة قناة السويس، ومدير مركز التسويق وتنمية الموارد الذاتية بالجامعة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا بكل السادة المشاهدين، وميرسي على الاستضافة الكريمة. مشرفنا طبعا يا دكتور، يعني من قناة السويس أفضل من يتكلم عن قناة السويس. لكن أستأذن حضرتك في البداية، خلينا نروح نشوف مع المشاهدين كده ونسترجع أهم ما يميز قناة السويس وتاريخ هذه القناة، ونرجع نبدأ حوارنا بعد هذا العرض. تفضلي حضرتك. خلينا نرحب مرة تاني بدكتور أحمد، ونتكلم بقى أكتر على قناة السويس. بعد ما عدى عليها 150 سنة العالم كله الحقيقة بيحتفل بقناة السويس. يا دكتور خلينا نبدأ مع حضرتك من أهمية القناة. يعني مشروع القناة كانت الفكرة موجودة من زمان جدا، وكان في محاولات كتير علشان يكون في ربط ما بين البحر المتوسط وما بين البحر الأحمر، يعني من عصور قديمة، لكن في الآخر فضلوا مصرين على الحلم لحد ما تحقق. ليه كان في إصرار يا دكتور؟ إيه أهمية وجود قناة السويس؟ أولا مساء الخير على حضرتك، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين، وبشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة،
وكمان على التقرير المميز اللي حضرتك وفريق الإعداد عرضتوه. الحقيقة لما نيجي نتكلم على قناة السويس لازم نفتكر دايما الموقع الجغرافي المميز لجمهورية مصر العربية. احنا عندنا بلد مطل على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وده موقع جغرافي مميز أو يندر وجوده في هذا العالم. وبالتالي العبقرية بتاعت المكان ده تسمح لنا إن احنا نربط البحر الأحمر والبحر المتوسط. دي كانت فكرة قديمة، ولكنها طبعا مع وجود البلسبس يعني هو صاحب الفكرة، إن احنا نحاول نربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط علشان نعمل انسيابية لشريان التجارة العالمية من الجنوب إلى الشمال. الحقيقة رغم المحاولات اللي قبل كده، ويمكن كان في محاولات يمكن للقدماء المصريين ان هم مش بس يربطوا البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط، لا ده كمان كانوا عايزين يربطوا النقل النهري من نهر النيل بالبحر الاحمر، وكانوا مدركين جدا لاهميه النقل البحري من القدم. الحقيقه النهارده لما نيجي نقول قناه السويس بعد ما اتقدمت للعالم كشريان كبير للتنمية الاقتصادية، بيمر فيها ما يقرب من 30% من يمكن حركة تداول الحاويات في العالم، بنتكلم على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا بتمر في قناة السويس. لك أن تتخيلي حضرتك والسادة المشاهدين لما شفنا حادثة السفينة ايفر جيفن لما شحطت او يعني علقت باحد الجوانب في القناه، توقف العالم كله وكل وسائل الاعلام وكل البورصات العالميه، وبالاخص بنتكلم على بورصه البترول. خلال الست ايام ارتفع او اتغير سعر البترول في العالم يمكن بنسبه 12%. ده اللي يقول لنا قد ايه ان القناه منذ القدم هي قناه مهمه جدا وشريان للرخاء والتنميه في العالم مهم، بتفتح مصر ايديها او دراعاتها بهذا الشريان للعالم كله علشان نربط الجنوب بالشمال عبر التجاره المنقوله بحر. الحقيقه كمان يا دكتور، يعني قناه السويس طول الوقت هي محط انظار العالم كله، وكانت من الاهداف الاستعماريه اللي كان بيجي علشانها اي مستعمر يستعمر مصر علشان يسيطر على قناه السويس. لكن قدرت مصر طبعا بقواتها المسلحه تامم القناه دي. هل في الفتره اللي قبلها كانت بتنهى بقناه السويس كان الشعب المصري مش مستفيد بالقناه؟ طبعا احنا في الحقيقه طبعا زي ما اتفقنا كده بدايه التفكير في وجود قناه السويس، ودي كانت فكره فرناند دي لسليبس. والحقيقه يمكن بدءا من الحمله الفرنسيه على مصر كان في بدايه للتفكير في انشاء قناه السويس، ولكن اللي خد خطوات جاده هو دي لسليبس في اقناع طبعا محمد سعيد باشا في الوقت ده وخديوي سعيد بعد كده، ثم بداوا في التنفيذ الى ان تم افتتاحها بعد كده في عهد الخديوي اسماعيل. طبعا التنفيذ لهذه القناه علشان تتم ويتم ادارتها اسسوا حاجه اسمها الشركه العالميه لقناه السويس البحريه، ودي كانت شركه يمكن كانت مملوكه بنسبه كبيره منها من الاسهم لفرنسا، ويمكن كان جزء بس حوالي 15% من الارباح هو اللي بيعود الى الدوله المصريه. ثم بعد كده زي ما حضرتك تفضلتي في العرض بتاع حضرتك إن بدأ يبقى فيه أطماع بصورة أساسية إن من يسيطر على قناة السويس يسيطر على العديد من القوى الاقتصادية والسياسية في هذا العالم، لأن تجارة كل الدول أو معظم دول العالم بتمر من عندي، كذلك هذا الشريان الممتد شمالا وجنوبا طبعا في موقع استراتيجي مهم زي مصر يتحكم بصورة أساسية في بعض القرارات وبعض المواقف السياسية الهامة. ويمكن شفنا القرار الجريء اللي يمكن اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية طبعا ده في 56، واللي على أساسه طبعا يعني يمكن خرجت القوة الغاشمة المستعمرة إنها تحاول تحتل مصر من خلال العدوان الثلاثي اللي يمكن حصل على مصر عقب هذا التأميم. الحقيقة بعد كده استردت مصر هذا الشريان المهم، ثم بعد كده تعطل هذا الشريان خلال حرب 67 لمدة 8 سنين إلى أن نعيد افتتاحها تاني
في 75 عقب حرب أكتوبر، طبعا بالكلمة الشهيرة اللي أطلقها طبعا الرئيس راحل السادات: باسم مصر نفتتح شريان قناة السويس، شريان الخير والسلام للعالم. طيب دكتور، حضرتك رصدت لينا مرحلة مهمة مرت بها قناة السويس، هل دي المرحلة الوحيدة اللي كانت مهمة أو كانت فارقة في تاريخ قناة السويس، ولا في مراحل تانية وتحديات تانية قابلت القناة؟ اسمحي لي بس أصحح حاجة صغيرة يمكن كانت موجودة في التقرير، ويمكن حتى علشان السادة المشاهدين، احنا دي الذكرى يمكن 153 على افتتاح قناة السويس. احنا بدأ حفل قناة السويس 1859 واستمر الحفل لمدة 10 سنوات، وتم افتتاحها بالحفل العظيم اللي يمكن حضروا معظم زعماء العالم 1869، وبالشكل ده يكون بيمر على قناة السويس 153 عام على إنشائها. صحيح. الحقيقة قناة السويس مرت بمراحل كتير، احنا يمكن نقول لحد النهاردة إجمالي الحمولات والأطنان اللي يمكن عدت في قناة السويس منذ افتتاحها لحد النهاردة ما يزيد عن 32 مليار طن من البضائع انتقلت من جنوب العالم إلى شمال العالم. ولكن المرحلة الأهم والأخطر في نظري ويمكن في نظر معظم الاقتصاديين، المرحلة اللي مرت بيها قناة السويس من التوسعات الأخيرة اللي يمكن أطلقها فخامة الرئيس في 6/8/2014، والمشروع المعروف إعلاميا بقناة السويس الجديدة أو مشروع ازدواج قناة السويس. حقيقة هنا في ملمح مهم جدا أحب أن أنا أشاركه مع السادة المشاهدين من خلال منبر حضرتك المحترم، وهو أن قناة السويس في الوقت ده كانت بتتعرض إلى تهديد خطير جدا. احنا بنتكلم على أن قناة السويس واحدة من المصادر الخمسة لجمهورية مصر العربية اللي بتدخل الدولار، مصر بتدخلها الدولار من خمس مصادر، واحدة منهم قناة السويس. صحيح. الحقيقة لما تيجي مصر في وقت مرت فيه بصعوبات كبيرة جدا ويمكن عدم استقرار أمني وسياسي، وهي الفترة بتاعة 2012، هيبدأ بعد كده كل من هو يحدق بالأمن القومي المصري وعايز يعمل مشاريع منافسة أو بديلة تبقى الفرصة سامحة ليه، لأن الدولة في الوقت ده كانت ضعيفة أو غير مستقرة أمنيا وسياسيا. تعرضت قناة السويس لتهديد خطير جدا بوجود محاولة من الكيان الإسرائيلي، ويمكن بقول كلام يمكن بيتقال أول مرة في الإعلام من خلال قناة حضرتك المحترمة. بدأت تتعرض قناة السويس لتهديد أن الكيان الإسرائيلي بدأ يفكر في إنشاء قناة موازية لقناة السويس تربط خليج العقبة بالبحر المتوسط. الحقيقة لما عملوا الدراسات بتاعتهم لقوا الطبيعة التوبوغرافية، يعني ارتفاع منسوب الأرض عن منسوب البحر، عالي جدا بالشكل اللي يستحيل معاه انه يحفر قناه بديله لقناه السويس. بس طبعا هم عملوا خطه بديله وهو انشاء خط السكك الحديد الاسرائيلي. لك ان تتخيلي ان اسرائيل في الوقت اللي مصر فيه بتمر بازمه كبيره جدا وعدم استقرار امني، بدات تضع حجر اساس وتاسيس لمشروع بيكلف 70 مليار دولار بربط ميناء ايلات بميناء اشدود علشان نربط أو يربطوا هم يعني البحر الأبيض بالبحر الأحمر، ويبدأ تيجي السفن في الميناء تفرغ الحمولة بتاعتها على قطارات فائقة السرعة بسرعة 240 ميل في الساعة، وتقطع المسافة دي كلها في 3 ساعات وترجع تاني تفرغ الحمولات دي أو تحملها على سفن أخرى وتستكمل المسار الملاحي بتاعها. ده فعلا كان تهديد حقيقي. صحيح. للدولة المصرية وأحد مقدراتها الرئيسية وهو قناة السويس القديمة. طيب دكتور، كمان سمعنا بمناسبة التحديات أو المنافسة أن طريق الحرير هيكون له تأثير على قناة السويس، حضرتك وضح لنا كمان النقطة دي أكتر. طبعا طريق الحرير اللي بتشتغل عليه الصين، فهل هيكون فيه تأثير على الملاحة في قناة السويس؟ هقول لسيادتك بس لو تسمحي لي أستكمل الجزئية دي، لأن دي نقطة مهمة دي. الوقت ده بدأ التفكير من الأجهزة المحترمة في الدولة، والدولة المصرية بتقول إن ده خطر يهدد أمنها القومي، بدأنا نشتغل.
فبدأنا نستدعي المشروعات القديمة ثم أفكار جديدة علشان نواجه هذا التهديد. وبالفعل كان في عندنا دراسة محترمة جدا وهو مشروع ازدواج قناة السويس. لما عمل مشروع الازدواج، يمكن بعض السادة المشاهدين اللي بيشوفوني دلوقتي، لما كلنا شفنا فخامة الرئيس وهو بيقول للفريق ماميش احنا هي سنة واحدة بس لإنشاء القناة، ده كان تحدي كبير قدام الدولة المصرية، لأنه من خلال هذا التحدي قدرنا نثبت للعالم كله وبالأخص لكل المهددين للأمن القومي المصري بإنشاء مشروعات بديلة إن إحنا قادرين أو قد التحدي بحشد من أموال المصريين. عملنا القناة الجديدة اللي مظبوط. بالفعل خلال سنة كانت بتقلل زمن العبور في قناة السويس وضعفت عدد السفن اللي بتمر عندنا. إحنا عندنا ما يقرب من 20,000 سفينة بتمر في قناة السويس سنويا، بنتكلم على حجم دخل زاد أو تضاعف، وصلنا ل 7 مليار دولار. على الناحية الثانية، المشروع الإسرائيلي توقف، ما بقاش ليه جدوى من الاكتمال، لأنه كان مشروع موضوع من 2012 يخلص في 2017، ولكن لما أنت سبقت الزمن وعملت قناة السويس الجديدة في 6/8/2015 وقضيت على التهديد المحتمل وبقيت رفعت كفاءة القناة أو المجرى الملاحي الصناعي اللي عندك وخليته أأمن وأعلى من التصنيف الملاحي. ويمكن نيجي للنقطة مصر يعني المهمة. استغلت النقطة دي إن هي تكون حافز ليها إن هي تعمل توسعة أكتر في قناة السويس، ويعني تعزز من مكانة قناة السويس ومن إمكانياتها كمان. خلينا نرجع بقى لفكرة طريق الحرير يا دكتور، والأقاويل الكتير ليها علاقة بالطريق ده، وإن هو ممكن يكون ليه تأثير على الملاحة في قناة السويس. اسمحي لي أربط الإجابة على السؤال ده بإجابة أوسع شوية، إن مصر النهارده بتستضيف حاجة اسمها قمة المناخ أو COP27. قمة المناخ دي قمة معمولة علشان الدول التي تعمل ضرر للبيئة أو يعني تسبب الانبعاثات الكربونية اللي بتؤدي إلى ذوبان الجليد تبدأ تدفع ما عليها من تعهدات، وده ما يقرب من 100 مليار دولار سنويا. أنا ليه بقول كده؟ لأن التغيرات المناخية ربما تؤدي إلى ذوبان الجليد، هذا الذوبان يفتح لنا طريق بديل لقناة السويس وهو بحر الشمال. طيب بحر الشمال ده ممكن يكون طريق منافس، ولكن بطبيعة الكون عندنا الحالة الطبيعية بتاعته إن بحر الشمال ده بيكون نسبة كبيرة منه أو يمكن معظمه متجمد، وبالتالي بيكون الطريق الأنسب هو إن السفن تمر عندنا في قناة السويس، وإما تاخد البديل الأصعب وهو طريق رأس الرجاء الصالح اللي بيكون تكلفته أكبر من تكلفة المرور عندنا ب 138%. وبالتالي بنلاقي النهارده الصين بدأت تحيي مشروع قديم عندها وهو مشروع طريق الحرير. المشروع ده الهدف منه انها تبدأ تعمل مد لخطوط سكك حديد، صيانة لبعض المواني اللي كانت موجودة على طريق الحرير قديما. وبالحقيقة ان قناة السويس من ضمن المكونات او من ضمن المسارات اللي بيمر فيها طريق الحرير، وبالتالي احنا لن نضار ولكن سنستفيد من مرور السفن ومرور البضائع عبر خطوط السكك الحديد الممتدة، وبالتالي ممكن يكون لها انعكاس إيجابي وليس مهدد على قناة السويس. نيجي لنقطة مهمة جدا. اتفضل يا دكتور. هقول لحضرتك الاستفادة تتعاظم ازاي علشان السادة المشاهدين يتابعوا معانا ايه اللي بيحصل على ضفاف القناة. لو أنا بتعامل مع قناة السويس وهفضل أتعامل معاها على إنها مجرد ممر ملاحي بتعدي السفينة، فأنا بوزن الحمولات بتاعتها فأدفعها رسوم بس على المرور، ده غير كافي. ومن هنا كان التوجه العظيم ان احنا لما نعمل القناه الجديده ده يسمح لي ان انا اعمل منطقه جديده تسمى المنطقه الاقتصاديه لمحور قناه السويس. وبقى عندي قناه قديمه، عندي قناه جديده، عبرت من تحت القناه القديمه والجديده بانفاق تعمل انسيابيه في الحركه وتربط لي سيناء ومصر الحبيبه، وبالتالي بقى عندي افق جديد من التنميه وهو المنطقه الاقتصاديه العامه لتنميه محور قناه السويس. الحقيقه دي منطقه اقتصاديه ضخمه، مساحتها 461 كيلومتر،
فيها 6 مواني بتخدم عليها. ال6 مواني دول ممكن يكونوا بيستفيدوا او هيستفيدوا من احياء طريق الحرير. المنطقه الصناعيه او المنطقه الاقتصاديه الضخمه اللي بتحتوي على 3 مناطق صناعيه عملاقه هيكون فيها الاراضي المرفقه اللي بتبدا الدوله من خلال مطورين صناعيين انها تستثمر وتعمل اراضي مرفقه. هيجي المستثمرين من كل حته في العالم، عندنا شركات صينيه، اكبر 80 شركه صينيه بيشتغلوا عندنا، جوتشي وتيدا وشركات كتير جدا عالميه بتشتغل في المنطقه الاقتصاديه لمحور قناه السويس. وده يمكن اللي يخليني اقول لحضرتك ان ده هيساهم في التنميه في المنطقه. احنا عندنا 6 مواني، احنا بنتكلم على شرق وغرب بورسعيد، بنتكلم على السخنه، بنتكلم على ميناء السويس، الادبيه، ميناء الطور، كل دي مواني ستستفيد من التطوير وحجم الانطلاقه الاقتصاديه اللي هتكون موجوده او اللي بالفعل موجوده في المنطقه. ويمكن اللي انعكس عليها وربط الاجابه على السؤال بنقطه مهمه جدا يمكن حضرتك اثرتيها، لما انا النهارده بستضيف قمه المناخ بلاقي كل العالم بيتوجه إلى الوقود النظيف أو الوقود الأخضر، هنلاقي عندنا يمكن عدد من المشروعات، منها احنا بنتكلم على أكبر 5 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. عندنا مجمعات صناعية متكاملة، عندنا مدينة صناعية روسية متكاملة مساحتها 5.2 مليون متر مربع، عندنا منطقة صناعية إماراتية سعودية. في تنوع وثراء في الاستثمار والمشاريع اللي بتتم في هذه المنطقة. كل ده بينعكس على مصر وأهلها، سواء في فرص العمل، سواء في الزيادة في الدخل القومي، توافر العملة الصعبة طبعا يا دكتور، تصنيع محلي، وكمان استفيد من قناة السويس كأكبر منطقة أعمل فيها منطقة لوجستية، يعني أبدأ أجمع قطع الغيار مع بعض وأبدأ أعمل منتج كامل من الصنع، وأبدأ أستفيد من السفن العابرة وأعمل تسيير لهذه السفن ببضائع مكتملة الصنع. دكتور عايزة يعني أختم مع حضرتك كده بفكرة مستقبل القناة. إحنا يعني استوضحنا فكرة المناطق الاقتصادية واللوجستية، هل ممكن نشوف يعني رؤية أوسع أو أكبر لقناة السويس خلال السنين اللي جاية، يعني بخلاف المناطق الاقتصادية واللوجستية؟ من غير شك، خليني أقول لحضرتك يعني بانتهاء قمة المناخ 27 اللي بتستضيفها مصر واللي اعلنت فيها مدينه شرم الشيخ كاول مدينه خضراء، اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان قناه السويس تم اعلانها كاول قناه خضراء في العالم. يعني ايه بقى للساده المشاهدين اللي بيسمعوني؟ يعني ال 16 محطه ارشاد موجوده في القناه بقت بتعمل بالطاقه الشمسيه. يعني القاطرات اللي هي بتسحب السفن او بترشد السفن والقطع البحريه لقناه السويس بقت بتشتغل بالغاز الطبيعي، فما بقاش ليها عوادم تضر البيئه. بقت قناه السويس تشجع عملائها وكل السفن المره فيها انها لو هي بتعتمد على وقود صديق للبيئه تحصل على تخفيضات. كل ده بيقول ان مصر مش بتستضيف القمه للاقوال ولكن للافعال. النهارده عندي قناه السويس اول قناه خضراء في العالم. مش بس كده بقى، قناه ديناميكيه، يعني ايه؟ طول الوقت بيحصل حركه، القناه دي طول ما بيمر فيها سفن في اليوم، احنا عندنا متوسط عدد السفن اليومي 68 سفينه، ده بيأثر على العمق بتاع القناه وبيأثر على يمكن حركه الرمال والتيارات فيها، فلازم دايما يبقى فيها شغل من خلال الجرافات واعاده التعميق وصيانه هذا المجرى الملاحي. النهارده احنا عندنا توجه لهيئة قناة السويس انها تزيد من اعماق القناة علشان تستوعب جميع انواع السفن في العالم، فالغاطس هيزيد 4 متر خلال الفترة اللي جاية، عندنا توسعة جانبية بطول حوالي 40 كيلو متر، عندنا قناتين في الجنوب بطول 10 كيلو متر بيحصل فيهم ازدواج، ايضا في توسع في الخدمات اللوجستيه، ايضا مع التوسع اللي بيحصل من خلال قمه المناخ في الاستثمار في مجال الهيدروجين الاخضر، هتكون مصر اول مركز اقليمي لتصدير الطاقه او الوقود الاخضر البديل اللي هيكون طبعا من خلال الاعتماد على المنطقه الاقتصاديه بالمواني العملاقه اللي فيها، فده مشروع يمثل افق متطور ومتحرك طول الوقت طبعا يحقق طموحات المصريين.
الحقيقة دكتور يعني قلت لنا ان لسه قناة السويس هتدي اكتر حاليا كمان الشغل على تعميق القناة والتوسع يعني على الجانبين علشان تكون بتستوعب سفن ليها غاطس اكبر والتفاصيل كلها، يعني بالتالي العمل في القناة مستمر سواء في القناة نفسها او المناطق المحيطة بها كان مهم. بعد مرور أكتر من 150 سنة نستعرض أهمية هذا المشروع ونسترجع كمان ذكريات إقامة هذا المشروع. بشكرك شكرا جزيلا، كان معانا عبر تطبيق زوم دكتور أحمد جمال خطاب أستاذ الاقتصاد السياسي في كلية التجارة بجامعة قناة السويس ومدير مركز التسويق وتنمية الموارد الذاتية بها. شرفتنا يا دكتور. جزيلا فندم لحضرتك وشكرا للاستضافة الكريمة. مشاهدينا لسه فقراتنا مستمرة، وبعد الفاصل بيشرفنا ضيف مميز جدا كل فترة الحقيقة بيحقق مزيد من الإنجازات، فبنكون حريصين إن احنا نعرف معاه الجديد بخصوص إنجازاته، بخلاف طبعا إن هو دكتور كبير ومتخصص وله رؤيته في متابعة كل ما هو جديد سواء الأمراض أو الفيروسات. فهنتابع معاه كمان الجديد بخصوص الفيروس المنتشر حاليا دور البرد، فيروس المخلوي، وكمان هنسمع من حضراتكم أي استفسارات ليها علاقة بالموضوع ده. بعد الفاصل استنونا.